لو بتعرف أمي إنه الورود أعطيتهم لإلا مو لريم. أنت مرتاح؟ بالأول فكرتك عم تمثل هالشي، بس أنت عن جد مرتاح؟ قصدك بالي مرتاح؟ إيه، بس مرتاح زيادة عن اللزوم بالنسبة لزلمة ممكن ينحكم بالسجن بأي لحظة. يمكن يزتوك بالحبس وأنت قاعد عم تلعب على البنتين ومانك مهتم بشي بنوب. إلكر، إذا كان سبب راحتك إنه البنت قالت إنه مو أنت المذنب، فلا ترتاح، لأنه لو أنا كنت مكانك ما كنت رح أوثق بتصريح البنت أبداً، لأنها فقدت ذاكرتها بعد ما أكلت ضربة على راسها وعندها اضطراب صدمة. مثلاً بكرة لو قالت آسفة أنا كنت مشوشة، هو يلي ضربني، ولقوا كنستك وتسجيلات الكاميرات وبإيديك الورود، يا ترى بوقتها أنت رح تقدر تلعب على البنتين مثل ما عم تعمل هلأ؟ اتفقنا ما نفوت بالمواضيع القانونية. معك حق بموضوع الراحة، وأنا عم فكر بهي النقطة. يا ترى في شي مشكلة فيني؟ في مشكلة بأعصابي يا ترى؟ يا ترى إذا فتحوا لي راسي رح يفهموا؟ مختل؟ سيكوباتي؟ مريض اهتمام؟ لا، ما فينا نقول هيك شي بنوب، انت نرجسي. وطبعا مثل كل نرجسي بتتغذى على تخطي حدودك على طول. مثلا رغم انه في مليون طبيب نفسي فيك تروح لعندهم، ورغم انه وضعك مو من اختصاصي اساسا، اخترتني انا من بيناتهم. ايه، اخترت حبيبة أبوها لمرتي السابقة. بالضبط، هذا تخطي للحدود، المغامرة والخطر، انت بتحبهم ومدمن عليهم، ما هيك؟ وانت ما قلتي انه ما بتقبلي معارفك وما همتك اخلاقيات المهنة وقبلتيني فورا. لقيت معالجة نفسية بتناسبني. بس انا ماني معالجة نفسية. المرة الجاية لا تجي بلا موعد، اتفقنا؟